السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. النهاردة بنكمل مع الداتا فريم، بنتكلم على توبيك مهم جدا، وهو إن أنت بتعمل كليننج للداتا. في أحد الفاليوز المشهورة جدا اللي بتتدخل في الداتا بتاعتك اللي هي ناتا نمبر NaN. مثلا بتلود ملف مثلا عبارة عن درجات طلاب ولا حاجة، وبتلاقي إن في بعض درجات مفقودة، فهو الداتا فريم بيعوض عنها، بيحط لك إيه ناتا نمبر، يعني NaN. ممكن تعتبر الناتا نمبر ده فاليو معينه او داتا تايب معينه. يعني ببساطه جدا خلينا نبدا باكزامبل ان احنا هنعمل داتا فريم. الداتا فريم ده فيه 3 صفوف A و B و C، وفي كولومز C1 و C2 و C3. جميل جدا. عاوز ابدا احط داتا بايدي مش راندوم يعني. فانا ببساطه جدا هستخدم برضو النم باي، فاتاكد ان انا عامل امبورت نم باي از ام بي، مش محتاج ده. اوكي، و حاجة انا دلوقتي عندي 3 صفوف 3 اعمدة، يبقى كل صف فيه 3 ايه قيم. فمثلا في الصف الاولاني هكتب القيم الاتية، انا هعمل ايه طبعا ليست، وكل صف هعمله في ليست. اوكي، 101 ده اول صف. تاني صف مثلا mb.notaNumber دي value اللي هي NaN. حلو، ومثلا 40 103 mb.notaNumber mb.notaNumber. اوكي، بالشكل ده حرم. واجي اطبع الداتا فريم بتاعتي، فلقيتها بالشكل ده عندي، هم 3 صفوف وتلات اعمده، وفي ناتا نمبر ظاهره معايا هنا. ناتا نمبر طبعا دي مشكله لن تبدا تتعامل معاها عشان تفهم ايه اللي هيحصل. اول حاجه، اول فكره في التعامل معاها انك تعملها دروب، تعمل دروب للناتا نمبر. فخليني هنا هبدا اعمل دروب ان ايه. فانا عندي فانكشن جاهزه اسمها دروب ان ايه، وتعالى كده ننفذها. ايه اللي حصل؟ دروب ان ايه كده الساده البلين خالص بتعمل ايه؟ بتيجي على اي صف لو في ناتا نمبر تشيله خالص. فانا ما حافظتليش غير على ايه، بينما بي وسي ايه تشاله بالسلامه. طيب نفس برضو دروب ان ايه قبل ما نسيبها هنا، دروب ان ايه هي بترجع داتا فريم جديده فيها الصفوف، شايل منها الصفوف اللي فيها ان ايه، لكن ما اثرتش على داتا فريم. يعني لو جيت هنا طبعت الداتا فريم لوحديها كده، هلاحظ انه ايه طبع لي عادي جدا. لو عاوز اثر عليه بروح حاطط any place equal true. any place equal true هنا هتخلي ان هو ياثر على مين، على الداتا فريم. بس انا مش عاوز اعمل كده عشان اوضح الاكزامبل واحده واحده. طيب بقول لك ايه، بقول لك طيب ماشي، في عندك دروب ان ايه اللي هو البسيط، عد على كل صف لو في ناتا نمبر شيله. في دروب ان ايه من نوع تاني، سوري، دروب ان ايه بس بديه الاكسس ايكوال 1، امشي على الاعمده شوف هيعمل ايه. العكس بقى، هيمشي على الاعمده واي عمود فيه ناتا نمبر يشيله. فما فيش عندي غير العمود سي 2 ده اللي ما فيهوش ايه، ما فيهوش ان ايه، فخلى مين، فخلى سي 2. طيب تعال نجرب حاجه تانية، مثلا حتى لو على الاعمده اقول له دروب ان ايه وعلى الاعمده ماشي. بس خد بالك انا عايز نسبه معينه من الناتا نمبر تكون موجوده، يعني ممكن اسمح بنسبه معينه من الناتا نمبر تكون موجوده جوه الايه الكولوم الواحد. يعني بقول له مثلا، فباجي اقول له ثريش هولد، ثريش هولد كده، واقول له مثلا والله ايه هو يعني لو اتنين فما يعني لو اكتر من اتنين خلاص ايه شيله، اقل من كده خليه زي ما هو. فلما انفذ هلاحظ ان سي 3 بقت معايا، لان سي 3 فيها ناتا نمبر واحده بس، وانا قايل له الشورت بتاعتك اتنين فما اكثر، فاي حاجه فيها اتنين ناتا نمبر او اكتر خلاص شيله. فكده بتحافظ على، مش لازم تشيل اي حاجه، ممكن انت بتدور على نسبه معينه من الكولوم لو فيها ارقام يعني مش معاك شيلها وخلاص. فهنا ده ايه هيفيدك جدا جدا في الكلينك بتاع الداتا. طيب هنا احنا دايما حلولنا دلوقتي بندروب، بنشيل اي صف فيه ناتا نمبر او اي كولوم. هو قال لك ممكن انك بقى تعمل فيل، ان انت تيجي على ناتا نمبر وتحط مكانه قيمه، حط مكانه زيرو، حط مكانه اسم، حط مكانه اي حاجه، اي علامه، بحيث تحافظ على الايه، على الاستراكشر بتاع الداتا. فانا هقول له ايه، سوري، يبقى المره دي فيل، فيل ان ايه بدل دروب ان ايه هقول له فيل، واحط قيمه. فمثلا هقول له والله ايه
هحط مكان نوتة، اي نوتة نمبر هحط مكانها رقم 3 خمسات. جميل جدا. فاي نوتة نمبر شالها وحط مكانها 3 خمسات. ممكن ان انا احط اصفار، ممكن ان انا احط مثلا ايه علامة بالشكل ده تريبل ايه مثلا، فشال اي نوتة نمبر وحط مكانها ايه تريبل ايه. ممكن ان انا الافضل مثلا ان انا اقول له ايه، اقول له بص في الـ في الـ القيمة دي مثلا بالمجموع ارقام الكولوم سي 2، فاقول له مثلا ايه والله تعالى كده دي اف اوف سي 2 دوت صم. اوكي. فعمل ايه 130 دول مرجوع مجموع ارقام سي 2، ممكن تقول له دوت مين الايه المتوسط بتاعهم وهكذا. بكده ممكن نتوقف هنا في اساسيات الداتا فريم، ونبدا ان شاء الله المره الجايه نبدا نقف كده وقفه بسيطه بان احنا ناخد داتا سيت ونشتغل عليها، بنطبق اللي احنا اتعلمناه في الدروس دي ونطبق حاجات كمان اكتر ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، فهنستفاد اكتر، وبعدين نكمل موضوعات ايه ادفانسد شويه في الباندس. اشوفكم ان شاء الله المره الجايه، حاولوا تراجعوا الدروس دي بسرعه عشان لما نشتغل المره الجايه تكونوا ايه مذاكرين الدنيا كويس ومستوعبين اللي بيحصل. اشوفكم ان شاء الله المره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.